السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي صفحة ليجندز كومبا سبورتس قناة ادسايز تي في، كما وعدناكم ديما حوارات مع أبطال عالميين. هذا هو الوقت، واخا تأخرنا واحد شوية، إن شاء الله اليوم المباشر غادي يكون مع محمد مزواري حميشة، فكنتظر فقط الالتحاق ديالكم. إذا مرحبا بكم كاملين. سي عمر، عليكم السلام. محمد ياسين، علي، مرحبا بكم كاملين. فبعد قليل ان شاء الله غادي يكون معنا محمد مزواري. اذا ممكن كل شيء بارطاجي المباشر، بارطاجي المباشر باش يلتحق معنا اكبر عدد من المتابعين. كما قلت لكم بزاف تسنينا هذا المباشر مع محمد مزواري، مش حال ديالنا باغي نهضر معاه حتى اليوم عاد جات الفرصه، فهضرت معاه قبل انه يحضر معنا اليوم. فان شاء الله اليوم غادي تكون واحد الدردشه، حوار بالدارجه المغربيه، وغادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج، وغادي تعرفوا عليه اكثر اليوم ان شاء الله. لذلك فغادي نطرح عليه بعض الاسئله يجاوبنا عليهم، ومن بعد في الاخر ان شاء الله غادي نخلي الفرصه لكم باش تطرحوا الاسئله. غادي يكون دابا شويه غادي يلتحق. دابا شويه غادي يلتحق معنا محمد مزواري، فكنتظر فقط الالتحاق ديال الاعضاء بالمباشر، يعني غيجيو الناس المباشر ديك الساعه نبداو ان شاء الله. اذا بارطاجيو المباشر. بعد قليل ان شاء الله محمد مزواري غادي يكون معنا في المباشر. فالمزواري هو المصنف الثاني في الوزن النصف المتوسط لبطولة غلوري كيك بوكسين، بطل عالمي بكل المقاييس، مسيرة حافلة بالانجازات، خاسر جوج مرات في المسيرة ديالو كاملة، تقريبا اكثر من 40 كومبا، يعني شي حاجة اللي واعرة بزاف، بطل عالمي بكل المقاييس. الله يحفظكم، شكرا بزاف على الميساجات الزوينين. بالنسبه اللي كيطرحوا اسئله اخرى، فما غادي تكون اجابه على اي سؤال اليوم ان شاء الله، حوار خاص مع محمد مزواري، فغادي تكون الاسئله لمحمد مزواري فقط. بدر الدين عاطف شي مره اخرى ان شاء الله، ان شاء الله. ويمكن بدر الدين عاطف هو الضيف الثاني ورا محمد مزواري. إذا لحظة فقط. إذا لحظات ويلتحق محمد مزواري. إذا لحظة فقط، باش ما يكون حتى مشكل تقني في المباشر كامل. إذا محمد معنا حاليا. And here we go. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، بخير؟ كل شيء مزيان؟ لا بس الحمد لله خويا، لا بس كي داير انت؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك، الحمد لله. كانوا كيتسناوك الناس من شحال هذه باش نهضروا معاك، حتى اليوم عاد جات الفرصه. ايوا احنا جينا احنا جينا، لا تقولوا ما جينا.
والله هلا. إذا كانوا بزاف منكم طلبوا مني حوار مع محمد حميشة، كان شحال هذه الفرصة باش ندير معاه الحوار، ولكن كان مشغول بالتدريبات لأنني لاحظت كان يلاه مشى الجلوري كيتريني بزاف، والآخر ما بغيتش كما كنقولوا يعني نبرزطو واحد شوية، خليته على راحته. في هذه الأيام كانت الفرصة مناسبة، صيفط لي ميساج في انستغرام واش يدير معنا لايف، وقبل كل تواضع. شكرا بزاف خويا محمد على القبول ديال الحضور. بارك الله فيك، ما كاين حتى شي مشكل اخويا. اذا مرحبا بك، ان شاء الله غادي نطرح غير محبة بعض الجنة. الاسئله، بعض الاسئله غادي نطرحهم عليك، وان شاء الله منين ساري وغادي نشوفوا الاسئله ديال المتابعين. صافي واخ. كي داير بعدا؟ لاباس عليك؟ كل شيء مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك. لا بس، الله كي يكون داير كل انت؟ شيء غادي مزيان كل شي غادي هذاك الحمد لله. الحمد لله. اذا انا قبل ما نعرفك عرف راسك، يعني شكون هو محمد حميشه؟ انا محمد حميشة، انا ولد وجدة، ولد عين صفا. ايوا، انا كنسكن في هولندا، في امستردام، كنتريني في هولندا، وعندي 23 عام، وبديت بالرياضة باللي كان عندي 8 سنين، دابا 15 عام وانا كنتريني، والحمد لله دابا وصلنا في جلوري. ايوا، ان شاء الله الخير هو ماجي. ان شاء الله المزيد من التوفيق. عيش، بارك الله آمين. بزاف ديال الابطال الاصل ديالهم من مدينه وجده. لاحظتها. محمد جرايا وبزاف بزاف ديال الابطال. انا عارف. اذا تحيه الناس ديال وجده من خلال البطل ديالهم محمد مزواري. الوزن اللي كتلعب فيه حاليا هو الوزن نصف المتوسط، الويلتر ويت. الوالتر ويت 77 كيلو. 77 كيلو، هذا هو الوزن ديالك الحالي ولا يلاه طلعتي ليه؟ لا، الاول كنت كنلعب في 70 كيلو، ولكن لايت انا ويت. فيا ميتو لايت ويت، ولكن انا فيا ميتو 88، باش نقص كاع ال 70 كيلو بزاف. كنت كنقص 18 كيلو 19 كيلو، ودابا طلعنا 77 كيلو، دابا كنقص 10 كيلو. المهم نورمال. يعني قد التغيير ديال الوزن كيكون صعيب واحد شويه، يعني بزاف ديال المقاتلين اللي غيروا الوزن ديالهم ولكن لقاو مشكل، بحال الشكل مثلا ديال محمد جرايا كان مزيان في 70 كيلو، ملي مشى ل 77 كيلو يعني جا صعيب بزاف. انت ما فكرتيش في هذه القضيه؟ يعني عرفتي راسك انك غادي تنجح في 77 كيلو؟ لا، ان شاء الله ننجح، لحقاش الفرق ما بيني ومن بين جرايا، جرايا قصير عليا وانا طويل عليه، وانا الحمد لله شوية عريض. انا باش نوصل 77 كيلو، 66 كشفة. صح. و77 كيلو كنحس براسي عاد صحيح، ومهم كنحس براسي مزيان. وتبارك الله، انت من النوع ديال المقاتلين اللي بحال اش نقول لك، رجل المهمات الصعبه، يعني ماشي ذاك الفايتر اللي ممكن تقول انه غادي يقدر يخسر، انه يقدر ما يلعبش مزيان، يعني بزاف كيثقوا فيك. تبارك الله عندك ذاك النيفو اللي اي واحد كيثق فيك باللي غادي تربح، عندك واحد تكنيك، واحد ستايل بوحدك، هادشي ايوه، اللي الحمد كيعجبني فيك لله بزاف صراحه. الحمد لله، بارك يعني الله فيك خويا. هاد الستيل اللي كتلعب فيه هو الستيل بحال كنقولوا شي واحد كتبان بحال شي واحد عنده اكسبيريونس بزاف، وهادشي باين لحقاش دابا عندك تبارك الله اكثر من 40 كومبا وخاسر 2 مرات في حياتك، يعني ضد ابطال اللي هما كبار بحال الشكل ديال مارات غريغوريان وبحال الشكل ديال سي بي شاي. سيتي تشاي، يعني راه لعبتي كومبات قويين بزاف. نعم. كيفاش كانت التجربه ديالك في هذه النزالات؟ يعني تقريبا هما السبب في انك يعني تثق في راسك وتدخل الجلوري. والمقابلات معاهم ما خسرتش منهم، خسرت براسي. لحقاش مين لعبت مع سيتي شاي 10 ايام قبل صوناولي، قال لي واش بغيت تلعب مع سيتي شاي. قلت لهم صافي نلعب. كان فيها 84 كيلو، نقصت في 10 ايام 14 كيلو. المهم راك واقيلا شفت الماتش ديالي بيني وبينه، طيحته الروند الاول ما قدرتش نكمل عليه، لحقاش ما عنديش السوفل، لحقاش طيحت 14 كيلو في 10 ايام، ماشي مزيان، فهمت؟ فشلت. شلت يا رشت انا الراوند الاول، يعني فاش طاح كا وقلت فاش طاح الارض قلت محال غادي يعاود ينوض، ولكن عاود ناض وكمل.
يا ناضض الحرب كاسح ما زال غادي تجيبوا الفرصة عاوتاني إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ومع امارات ايوا 18 كيلو في الشهر راه بزاف، راه حولي فهمت. محمد حاول ترفع صوتك واحد شوية أكثر، عافاك، حاول تهضر بالجهد شوية. صافي واخا قلت لك مع امارات نقص 18 كيلو في شهر، شهر واحد، وقلت لك 18 كيلو في شهر واحد راه بزاف، راه بحال حولي بزاف. ما تكون اصلا فشلت يعني، ما يكونش عندك تسجيل باش تقدر راك تكمل قبل الكومبو كامل. الماتش، وراك الا نقصتي 18 كيلو في شهر راك قبل الماتش راك خسر في الحقيقة. صح. غادي نتكلم على الالتحاق ديال بجلوري. كيف جات الفكرة ديال باش تمشي لجلوري؟ كان المانجر ديالي كان يتبعني واحد العام ولا عامين قبل ما ندخل الجلوري، كان متبعني، المهم كان ديما يسول عليا، ولكن انا كنت المهم كنت كنلعب في الشينوا، في الصين، الشينوا وتايلاند والجابون، المهم كنت ديما نمشي بالطيارة 14 ساعة 15 ساعة، المهم نقول لك الصراحة كرهت. ايوا جا جلوري، جلوري في اوروبا راك عارف، دابز وتمشي للدار، المهم ما كاين والو. ايوا قلت وزيادة على ذلك يعني الكومبات في الصين كيكونوا صعاب بزاف، البطولات تما بحال الشكل ديال كولون فايت صعاب بزاف، واه كاينه يقدر كاينه يكونوا كومبات في لحقاش، جلوري سهل. لا تا في جلوري كاين نيفو عالي، ولكن في كلون بحال هما ما كانوش يديروا الاحتياط باللي انت رقم 10 وانت رقم واحد، انت كتدخل تما عندك رقم 20 مثال في العالم يحطوك مع نيميرو واحد، هما ما يشوفوش الرقم، ولا هما كيما نقولوا بالدارجة كور واعطي العور مع من ما جيتي. اذا دابا مرتاح في جلوري دابا تقريبا، راه وليتي انت الثاني دابا في الترتيب تبارك الله، واحد المده واه هي صغيره. سيرة، واه الحمد لله ولكن هذا الوزن اللي كتلعب فيه راه صعيب بزاف، فيه كاينة نيشان. مورتي جرون هارت، ها فيه هاروت غريغوريان، واه تقريبا سيدريك دومبي دابا هو اللي هز الصمتة. يعني واش كتشوف راسك قادر باش تهز الصمتة في هذا الوزن؟ ايوا ان شاء الله كنشوف راسي نجيب الصمتة، لو كان ما تثقش في راسك، ما عندكش الثقة النفسية باش تجيب الحزامة راك خاسر، غير قاعد في الدار، بصح. خاصك تثق في راسك وان شاء الله نجيبوه. وما كان حتى شي مغربي اللي جدا البطولة عند جلوري، ان شاء الله انا نكون هو الاول. بصح هذا للاسف يعني مازال حتى شي مغربي ما قدر ياخذ السمطه ديال جلوري. ايوا ان شاء الله انا ندير، المهم انا نكون الاول ان شاء الله داك الشيء اللي كاين. ان شاء يعني الله. كنشوفوا بزاف ديال الابطال مشاو الوان تشامبيون شيب وعطاتهم كاينه الوان، بحال نهاشي بحال خبابز، واه يعني تبارك الله شي حاجه زوينه المغاربه بداو كيكثروا في ديك البطوله. نعم، انا انت ديجا عرضوا عليك باش تمشي الوان؟ دابا عندي مهم كونترا مع جلوري، هما عرضوا عليا، ولكن انا دابا عندي كونترا مع جلوري، ما نقدرش نمشي الوان في المستقبل ان شاء الله. ولكن المستقبل ديالك كتشوف دابا هو انك تهز السنطه ديال جلوري. ان شاء الله يعني تبارك الله بزاف ديال الابطال المغاربه ضيعوا ذاك اللقب، يعني بحال الشكل مثلا ديال تيجاني بالذات غير مؤخرا يعني ضاع عليه اللقب. واه واه وكما قلت لك يعني المستوى ديالك واخا انت مازال صغير في السن 23 عام، ولكن تبارك الله عندك اكسبيريونس كبيره بزاف. داكشي علاش انا ماشي غير اي كنهضر وصافي، ولكن تايق فيك بانك غادي تجيب السنطه ان شاء الله. بارك الله فيك خويا، شكرا. بالنسبه للستايل ديالك في اللي كتقاتل به، واش عندك شي قدوه هو واللي كتشوفه قدوه ديالك وتعلمتي منه الاسلوب ديال القتال ديالك؟ سنعودها خويا ما فهمتكش. واش عندك شي قدوه يعني شي واحد اللي كتاثر به في الكيك بوكسين هو اللي خلاك يولي عندك ذاك الستيل ديال اللعب؟ لا كتفرج الابطال الكبار في البوكس، في الكيك بوكس، في الموتاي، وكتسرق كاع منهم شويه.
وكدير ستينو ديالك بوحدك. شوية شوية من الحاجة. كدي شوية مبادر هاري، شوية بهذاك شوية بهذاك، وكدير ستايل ديالك بوحدك. صح، حتى الستيل ديالك كما قلت لك كيبان شويه عندك الوقفه ديال الروس، يعني ديال الروسيه تقريبا، المقاتلين ديال الروسيه بنفس الطريقه كيقاتلوا، عندك شويه من الدوتش ستايل، عندك شويه من اللعب ديال اسيا، يعني مزيان واحد الميكس اللي هو يعني انت بحال دابا ميكس، انت فيك ميكس بزاف واه ديال ميكس الاثنين ميكس مجموعين، كاينه. واه صح، وبالنسبة شي حاجه زوينه بزاف، يعني ما كيبقاش الواحد شاد غير في ستيل واحد وانما كينوع. باش ما تبقاش اون بان. بصح باش ما توحلش. بالنسبة للتدريب ديالك شحال كتدرب من مرة في السيمانة، شحال كتدرب من مرة في النهار؟ انا من يكون عندي ماتش كنتريني جوج مرات في النهار وست ايام في السيمانه، ومين ما يكونش عندي الماتش كنتريني 4 ديال المرات في السيمانه. 4 ديال المرات في السيمانة. و شنو النوع ديال التدريب اللي كتدرب؟ تكنيك، فيزيك، توازن لا بيناتهم؟ اكتر هي كيك بوكس، تكنيك وسبارينغ وكل شيء. يعني مثلا كتكثر من السبارينغ والتكنيك اكثر من الفيزيك؟ مين يكون عندي بحال ما يكونش عندي الماتش كنكثر بسبارة، ومهم كلش. ومين يكون عندي الماتش كندير الفيزيك بزاف. يعني ملي كيكون ملي كتقرب الكومبا يعني كتريني في على الفيزيك بزاف. واه بالنسبة للسبارينغ، واش كاينين شي أبطال اليوم كبار كيجيو عندك لاصال باش تلعب معاهم سبارينغ؟ كاين الياس انهاخي، كاين الياس بولعيد، كاين ارتورو البايرك، كاين ميلفين مانوف، كاين الياس حموشي، كاين بزاف الابطال، يعني كاين كتلعب بزاف ما نقدرش نقولهم لك كاع. يعني كتلعب مع الأوزان سواء صغار عليك سواء كبار عليك. كل شيء اللي تقالين عليا اللي خفافين عليا المهم اللي كاين هو هذاك. سبق لك لعبتي في المغرب واحد الكومبا في جائزة الملك محمد السادس في طنجة، نعم، مع تونغ تشاي. كانت ضد تونغ شاي تايلاندي، وتبارك الله ربحتي ذاك اللقب 2017. عاود لينا على هذا الكومبا. وهذيك الكومبا انا كنت معاد في جلوري، وهو كان لا انا كنت ما في كلون، وهو كان في جلوري، هو كان زعما بطل نتاع جلوري. وهذيك الماتش هو الخطره الاولى اللي لعبت على 77 كيلو. ايوا وزعما شي حاجه كبيره باش تلعب في المغرب، طنجه في بلادك، وتلعب يعني على كان الحزام. ضد واحد ها الاوبوننت اللي تقدر تخسر منه، يعني راه كان صعيب بزاف طونك شايف ديك الوقيته، ولكن زمان اللي ربحتي راه تبارك الله عليك. لا الحمد لله، لاعب في المغرب ولاعب في بلادي ولاد بلادي تما، ما نقدرش نخسر. يعني ما جاكش ستريس والخوف وداك الشيء؟ لا تبارك هو الله راك عليك. عارف الوالدين كيتفرجوا، اصحابك كيتفرجوا، كيجيك شوية ستريس بصح تبقى نورمال، راك عادي، راك عارف، راك متوالف. شنو الأهداف ديالك المستقبل؟ باغي دير في المستقبل؟ مشكل تقني ماشي من عندي. قول المشكل. يمكن عيط لي شي واحد في التليفون ولا شي حاجة، داكشي علاش. ده الإخوان دابا مقاولوا أن نساليو الأسئلة مع محمد حميشة، فخل وجدوا الأسئلة ديالكم باش نطرحوهم عليه إن شاء الله في الآخر ديال المباشر، غادي نطرح عليه بعض الأسئلة اللي من خلال التعاليق ديالكم، يعني حتى فقرة الأسئلة ملي نقول لكم غادي نبداو الأسئلة، وكتبوا الأسئلة ديالكم باش نسولو. محمد الناصري، ديكالاج ديال الصوت من عندي ولا من عند محمد؟ دقيقة دقيقة الخوت، غادي نريقل بالزربة المشكل.
ديكالاج ديال الصوت من عندي. واضح دابا الصوت؟ الصوت ديالي واضح؟ الصوت ديالك قلك هرب على الصورة. غادي تريقل ان شاء الله ملي غادي نسجل مباشر، غادي تريقل. مزيان دابا؟ مزيان مزيان دابا. سلام اخويا، راك هربت لي. مالك شو عليك؟ لا ماشي، انا ما عرفت، بقيت نشوف في التليفون مشيت. بقيت غير بوحدي. بقيت غير بوحدي، خليتني بوحدي يا صاحبي. المهم الصوت واضح الاخوات، الصوت كي يسمع لك واضحه محمد ياك الصوت ديالي؟ انا كنسمعك عادي نيشان. انا كنسمعك مزيان، ايوا ما صافي. كنشوف الديكالاج تاع الصوره. ماشي مشكل، واخا الصوت يكون هارب على الصوره، راه غادي نعاود ان شاء الله في المونتاج ملي غادي يتلاح اللايف، غادي نقادو ان شاء الله. ان شاء الله. طيب محمد، نكملوا الاسئله ديالنا. سولتك على المستقبل ديالك، شنو الاهداف ديالك في المستقبل؟ الاهداف كما نقولوا على الماتش، على كل شيء يعني، الماتشات. الماتشات، وشنو كتشوف في المستقبل ديالك، اش باغي دير؟ ايوا ان شاء الله نجيبوا البطولة، الحزامة نتاع 77 كيلو، ونبقاو شادينها شي عام ولا عامين ان شاء الله، ونطلعوا الوزن، والماتش اللي يجي ان شاء الله نربحوه. هذا هو اللي كان. المهم الا ربحتي غيجيو الصوالح، غيجيو بوحدهم ان شاء الله. يعني مازال انت باغي تطلع في الوزن؟ ان شاء الله. واه في دركي تقريبا 189. يعني نقدروا نشوفوك في الهيفي ويت من هنا مستقبلا؟ الله اعلم ان شاء الله. انا الا كنت مريح وناكل، كان تقال، كان كتولي فيها شي 92 كيلو. ايوا الهيفي ويت ما نعرف واش فيها ولا ما فيهاش، شوفوا في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله داكشي اللي كاين، يعني الواحد يشوف الوزن اللي مرتاح فيه ويكمل فيه. نعم. دابا من ناحيه كتسافر بزاف وكتشارك في البطولات بزاف، فايت وقعت لك مثلا شي طرائف ولا شي حاجه؟ عاودها لي، ولا شي حاجه وقعت لك؟ ومشيت واحد الخطره انا ورضوان داودي، مشي هنا ما بغاوش يعطيونا الفيزا لحقاش. المهم الشينوا واعره، مشينا لتايلاند باش يعطيونا هما الفيزا، حتى هما ما عطاوناش الفيزا. مشينا طلعنا للشينوا باش يعطيونا الفيزا 72 ساعه، كنت غير نلعب ونهرب. ايوا صاحبي عطاو له الفيزا وانا ما عطاونيش، خلاوني في كيما نقولوا في المطار شي 8 سوايع وانا مريح في المطار. ايوا بقيت مرون في المطار كل شيء. قلت تعرفوا اش تندير لكم، مشيت رقدت، مشيت ننعس، حتى جاو عندي قالوا لي راه الطياره ديالك جات درك تمشي، ومشيت. هذيك هي رونوني. وكانت عندك كومبانيز؟ وكانت عندي كومبا في الشينوا كلن، وهذيك الكومبا ردوها لي في تايلاند، لعبناها في تايلاند، لعبت مع واحد تاي، لعبنا في تايلاند. بالنسبة للكومبا ديالك الجاية إن شاء الله في جلوري، مازال ما عرفتش الضمانة تكون؟ ايوا واقيلا ان شاء الله غنلعبوا مع مين يلعب بادر تما، انا واقيلا غنلعب تما ان شاء الله. يعني غادي تلعب في الكارد ديال بدر، شي حاجه زوينه بزاف، يعني تلعب في نفس الليله وفي نفس الحلبه اللي غادي يلعب فيها بدر عارف. ف تبارك الله عليك، كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وشنو كتشوف آمين. في الكومبا ديال بدر عارف وريكو؟ ايوا معلوم بدر، بدر خصو يعطيه الهراوه. ان شاء الله انت وبدر هاري ان شاء الله تفرحونا في جلوري في شهر 12 21 في ديسمبر ان شاء الله، تفرحونا بجوج ان شاء في الله. الليله. ان شاء الله. وواقيلا بزاف ديال المقاتلين المغاربه اخرين غادي يشاركوا حتى هما. واقيلا تاج رايا غادي يلعب،
والله اعلم. صح، على ما كنشوف يمكن جرايا، يمكن حتى عماد حضار يمكن حتى هو غادي يرجع. المهم على ما سمعت جلوري باغا دير بزاف ديال المغاربه في ذاك الايفنت. اوكي. بالتوفيق لكم ان شاء الله كاملين. ان شاء الله ان شاء الله اخويا. شكرا. والكومبا اللي غادي تلعب واش غادي تكون مع تقريبا يمكن تقدر تلعب وقيله مع مورتي الكرون هارت، لحقاش هو الثالث، هو الثالث. الله اعلم. هذاك الشيء عاد ما عارفش الا لعبت مع من غنلعب، عاد غنسمع هذا الشيء فوقاش غيقولوا لي مع من غنلعب. المهم الثقة في النفس، اللي طاح في المقلاة يتقلى. والله انت عارف اخويا. المهم دابا غادي ندوز الأسئلة ديال المتابعين. فخوت طرحوا الأسئلة ديالكم، أنا نقرأ أسئلة ونطرحهم عليك وجاوبهم. صافي اخويا. علي سارية قال لك شنو الفرق اللي لقيتيه في جلوري من غير البطولات الأخرى؟ يا علي، جلوري حدا الدار، تلعب تمشي للدار، وفي الشينوا تبقى في الطيارة 16 ساعة. وهنا إلا تلعب هنا في هولندا ولا في أوروبا، الناس برا كيعقلوك. المهم أنت عارف، إلا لعبتي في الشينوا حتى واحد ما كيجيب لك الخبر هنا. صح. محمد الجاوي قال لك واش الا تقترح عليك سيدريك دومبي ديريكت، واش مستعد ليه؟ ايوا احنا الان مستعدين لكل واحد في الوزن ديالنا. صافي من الخير، من الخير. لطفي قال لك فينا بلاصه انت في وجده بالضبط، قولوا في السي الخضر. فيناش السلخ الخضر. قال لك قال لك سيدريك فايت هضر عليك في شي انترفيو، هذا فكري ما ما شفتيش سمعت وقيلا. هذا. لا انا ما شفتهاش صراحه، حتى اتصفت لي اللي في الميساج. صافي. قال لك شنو النصائح اللي كتقدمها للدراري ديال المغرب اللي باغيين يحترفوا في الكيك بوكسينغ؟ نصائح الاول، وشنو خصو يكون عندك؟ الثقه بالنفس. اذا عندك الثقه بالنفس وانت باغي هذاك الشيء بصح مقلبك، غتوصل لهذاك الشيء اللي باغي ان شاء الله. ان شاء الله. خذ زيدوا طرحوا الاسئله ديالكم، راح نقرا الاسئله ديالكم كاملين. شحال عندك من درواني؟ شحال عندك من كاو؟ والله ما عارف بالضبط، شي واقيلا شي 28 ولا 29. انت ما كتحسبش، انت كطيح يا بد الله، ما كتحسبش صح. مصطفى قال لك واش ما نشوفوكش زعما من هنا مستقبلا كتبدل الكيك بوكسين وكتشيل الام ام مثلا، نشوفوك في يو اف سي. الله اعلم. دابا ان شاء الله كما نقولوا الحوايج لي الاول هي البطولة ان شاء الله. الحزامة، اذا جبنا الحزامة من تما عاود نشوف واش تا كاين في المستقبل. قال لك الى فكري، قال لك الى خيروك بين مورتيل ونابيف، شكون تختار؟ انا ما نختارش، اللي جابوا لي هو اللي يكون. صافي. توفيق قال لك شنو الحوايج اللي كيخليو منك بطل، يعني شنو المقومات اللي كيخليو منك بطل، شنو الشروط اللي خص يكونوا فيه؟ ايوا خاصك تريني، خاصك ديما تريني كل نهار، ما تكرهش تريني، وكيما نقولوا تحضي على الماكلة ديالك، ما تقصرش مع الدراري في الليل، مشي للدار ترقد. خاصك كيما نقولوا خاصك تعيش السبور ديالك، تنوض، التزام. خاصك المهم خاصك دير بزاف الصوالح، تخلي بزاف الناس، تخلي الدراري، تخلي من الدراري يمشي للقهوة ولا شي حاجة، انت تمشي تريني بحالة الصوالح. ياسين قال لك باش حسيتي في اول كومبا ديالك؟ أول كومبا ديالي كانت عندي 9 سنين، راه درك 14 عام، ما نعرف واش تا كنت كنفكر.
كنت عاد دري صغير. احكي السؤال على النزال القادم، الكومبا ديال محمد مزواري جاي ان شاء الله تكون في نفس الليله اللي يلعب فيها بدراري، يلعب هو بدراري في نفس الليله في جلوري كولوجن في 21 ديسمبر ان شاء الله. قال لك فايت اخويا لك لعبتي مع شي مغربي، واش ديجا لعبتي مع شي مغربي؟ واش تاخويا ما سمعتش. عبدو فايت لك لعبتي ضد شي مقاتل مغربي. واه بزاف المرات. انت ما كان تسمعوا ديما واحد الحاجه ديال ملي كيتلاقى مغربي مع مغربي يقول لك لا، ولكن هذه بطبيعه الحال حاجه عاديه، يعني انا مغربي يلعب مع مغربي، الرياضه كتبقى رياضه. هي احسن ما تلعبش مع ولد بلاد. سلام، كتسمعني محمد؟ ما عندي مشكل في الكونيكسيون. واه كنسمعك. اوكي نكمل الاسئله. اصعب نزال اللي دوزتي في المسيره ديالك حتى لدابا، اصعب نزال اللي كان عندك؟ وهذوك جوج اللي خسرت مع مرات ومع سيتي شارك. ياسين قال لك شنو السن المناسب اللي ممكن تحترف فيه؟ طبيعة الحال في أوروبا كيحترفوا في سن صغير يعني. مع كيك بوكس انا بديت من كان عندي 8 سنين. احمد ساعد بالنسبه شحال كيتدرب؟ راه سولت واحد السؤال، ملي غادي نسجل هذا اللايف في الاخر تقدر تعاود تفرج فيه ان شاء الله غادي تلقى الجواب. محمد ناصر قال لك بغينا ريفنج من سيتي تشاي. ايوا سيتي شا خصو يطلع له وزن، خصو يولي 77 كيلو. انا 70 كيلو ما نقدرش نوصل لهذيك الوزن. توفيق، واش عندك شي، قال لك واش عندك شي علاقة مع جمال بن صديق؟ كيفاش كتشوف جمال بن صديق؟ لا ما عنديش علاقة معاه. إذا تفضلوا بالأسئلة ديالكم، أنا ما بقاش بزاف إن شاء الله للنهاية المباشر، كما كنعرف خويا محمد عندك لونطريمون في هذه العشية. واو فشكرا بزاف على الوقت اللي عطيتينا. بارك الله فيك اخويا. وإن شاء الله مرحبا بك في أي وقت معنا، الناس كيبغيو يشوفوك ديما ويهضروا معاك، فمرحبا بك في أي وقت. مرحبا بك في الجنة اخويا. شكرا. الله يحفظك. بالنسبة للأسئلة اللي كيتعاودوا راه ما غاديش نعاود نقولهم للإخوان، يعني حاولوا تجيبوا أسئلة أخرى، الأسئلة اللي كيتعاودوا راه كيدوزوا. قال لك لطفي قال لك فاش تكون داخل باش تلعب في جلوري دير الموسيقى نتاع العلاوي. نقولوا نديروها صافي، نديروا الرقادة. تدخل تشطح اليوم على العلاوي في جلوري. نقولوا نديروها له. قال لك شحال هذه ما جيتش للمغرب، شحال هذه دابا ما جيتش للمغرب؟ 2017 ما جيت. المهم مين لعبت الكومبا؟ يعني العائلة ديالك، الجدود ديالك وكل شيء علينا في المغرب، كتزور العائلة هنايا. هو ديما كنزور. كيف باش كتحس في النهار الثاني ديالك بعد الكومبا؟ نهار تاني مهم، نهار مور الكومبا. نهار ورا الكومبا باش كتحس؟ ايوا الا غلبتي كتحس، المهم كتحس بالراحة، تقول الحمد لله. كيما المهم خايل كيما دير الامتحان وجبتي 8 حسن جدا.
ومكتفرح من الداخل. مستحيل. ولكن على المستوى ديال الجسم ديالك ضروري داك الضرب اللي تعرضتي ليه في الكومبا كيرجع كامل. يا والله هلا. واش عندك علاقة مع بدر هاري؟ عصام، واش عندك علاقة مع بدر هاري؟ وعندي علاقة مع بدرها. بالنسبة لبدر هاري يعني كنشوف واحد الحاجة زوينة كيديرها، عنده علاقة مع كاع الأبطال الشباب اللي طالعين، يعني كلهم عنده علاقة معاهم، كنشوفه ديما يعني كيدير جيم في انستغرام، يعني بدر هاري ملي كيتبع شي واحد ماشي غير كيتبعوه صافي، حتى كيكون كيستاهل عاد كيتبعوه. كاينه ايوه، هو كيبغي كيعاون الدراري المغاربه، صح كي هو كيعجبو الى شي دري مغربي المهم غادي في الطريق مزيان، هو كيقول لك الى خصك شي حاجه نعاونك، المهم هو كيعاون. صح شنو أنس، شنو الحوايج اللي كديرهم ديما قبل ما تدخل تلعب كومبا؟ ايوا شنو كندير الحقيقه؟ ما كان كندير كما ديما، المهم كنصلي الصلاه ديالي، كنطلب الدعاء، وكان كنكون مرتاح، ما كنفكرش في الماتش بزاف، كنكون مرتاح جالس عادي مع الدراري بحال ما كاين والو. وهادشي تقريبا اللي كيخليك تحس هكذا، حتى داك لونطريمون اللي كتريني اللي كتكون مترينين مزيان صافي راه كتكون تايق في راسك، اللي واه كيخاف هو اللي ما كيكونش موجود مزيان. كاينة واه محمد شكرا بزاف خويا على الوقت ديالك، يرحم الوالدين. وكما قلت لك نعاودوها مره اخرى ان شاء الله، ونقدروا ان شاء الله نعاودوا شي انترفيو ملي تجي لهنايا المغرب، غادي تكون احسن، تجي المغرب ان شاء الله ونتلاقاو إن شاء الله، بارك الله فيك، على الرسول على عليك. الاتصال ان شاء الله، ونصوروا شي حاجه باش تكون هنايا في المغرب ان شاء الله. صافي واخا خويا، ما كان حتى شي شكرا مشكل. شكرا لك بزاف، وبالتوفيق ان شاء الله، تفرحنا في الكومبا آمين ديالك الجايه، آمين أخويا. وشكرا لجميع المتابعين اللي كانوا معنا في هذا المباشر. كان معكم امين، كان معكم البطل العالمي اللي كيلعب في بطوله جلوري محمد مزواري. شكرا بزاف. شي كلمه اخيره بغيت تقولها للجمهور ديالك في المغرب محمد؟ الجمهور المغربي شكرا بزاف، يرحم لكم الوالدين، كتبعونا المهم كتعاونونا بالدعاء وبكل شيء، ايوا ان شاء الله تنتلاقاو. إن شاء الله. شكرا خويا محمد، شكرا لجميع المتابعين، إلى اللقاء. بوس. صافي يلا، السلام عليكم خويا، بسلامة. السلام عليكم.